وللمزيد من المتابعة والتحليل مشاهدينا الكرام ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك والمشرف على طريق الكباش. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كيف ترى إذا اهتمام الدولة بتطوير وترميم وجهاتها السياحية والترويج أيضا لها عالميا خلال الفترة الأخيرة؟ بالتأكيد هي يمكن جهود لأول مرة تحصل يمكن من فترة طويلة. احنا في خلال شهر واحد للمرة الثانية بنستقبل دولة معالي رئيس الوزراء في خلال شهر واحد مرتين. جه طبعا الأقصر وشاف الأعمال الترميم الجارية بمعابد الكرنك وطريق المواكب الكبرى ومعبد الأقصر، بالإضافة كمان يمكن لثلاث زيارات تانية برضو لمعالي وزير السياحة والآثار دكتور خالد العناني. لا اهتمام طبعا كبير غير مسبوق وتوفير كامل لكل الإمكانيات اللي هي المفروض هتبقى متاحة. نعم. من أجل إن شاء الله عمل افتتاح كبير جدا يليق بمصر كلها بطريق المواكب الكبرى اللي يربط الكرنك بالأقصر. طيب دكتور، يعني رئيس الوزراء أكد أن أعمال الترميم تتسم بسواعد مصرية وأيضا تطوير المقاصد السياحية في مصر وعلى أعلى مستوى، وقد نالت أيضا شهادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف تقرأ الدفعة التي توليها الدولة المصرية لشباب المصريين في هذا المجال؟ هي يمكن دفعة كبيرة جدا جدا لأول مرة من فترة طويلة. مش بس الترميم الآثار بيكون بسواعد أبنائها من العاملين في وزارة السياحة والآثار من المرممين، ولكن أيضا حتى بالخريجين. ده يعتبر دفعة كبيرة جدا لطاقات الشباب اللي هم يجدوا فرص عمل وفي نفس الوقت برضو اكتساب المزيد من الخبرات في مجال التعامل مع الآثار على نطاق واسع جدا جدا. مشاريع جبارة وفي نفس الوقت بتوليها الدولة اهتمام كبير جدا جدا، فده يمكن خلى ناس كتير جدا بتشعر بالانتماء، بتشعر ان ده مشروع بتاعها، فالكل حريص ان هو يتم اخراجه في احسن صوره ان شاء الله. صحيح ان شاء الله. طيب اخيرا دكتور، واستعدادات الاحتفال نتحدث عنها باعاده احياء طريق الكباش على مستوى يليق بمصر، ويضاهي ايضا احتفال نقل المومياوات الملكيه الذي اقيم منذ اشهر. كيف تتوقع تلك الاحتفاليه وايضا مردود هذه الاحتفاليه على مدينه الاقصر بشكل خاص وانعكاسها ايضا على صناعه السياحه في مصر بشكل عام؟ يمكن الدوله برضو بتولي اهتمام كبير جدا بالموضوع ده. احنا استقبلنا يمكن العديد من الخبراء والمتخصصين لعمل حفل كبير جدا يليق مش بس بالاقصر ولكن بسمعه مصر عبر الوسائل العالميه كلها. احنا بنتكلم ان هو هيبقى طريق المواكب الكبرى هو اعاده احياء للطريق مره ثانيه من خلال الاحتفال بعيد زي عيد الاوبت. ده احد الاعياد المصريه القديمه والتي كانت يعني بتشتهر بها الاقصر من زمان. العيد ده هيتم احيائه مره ثانيه وهيتم الاحتفال بيه بشكل جميل جدا وشكل مبهر من خلال معابد الكرنك وطريق المواكب الكبرى وصولا الى معبد الاقصر بشكل انا اتوقع ان هو هيكون يضاهي ان ما كانش يزيد كمان عن موكب المومياوات الملكيه الكبرى. فدي هتكون حاجه هتعيد النفع بشكل كبير جدا مش على الاقصر بس ولكن على مصر بصفه عامه. اكيد باذن الله. شكرا جزيلا لك الدكتور مصطفى الصغير مدير عام اثار الكرنك والمشرف ايضا على طريق الكباش، كنت معنا على شاشه التلفزيون المصري.